يأتي السيكوين بعدة أنماط وأشكال، فمنها اللمع والشفاف والملون، ويستخدم في جميع أعمال التطريز على الملابس والحقائب والإكسسوارات. أشهر أحجامها لا يتجاوز حجم الأصبع، وأشهر أشكالها هو الشكل الدائري، ومن أشكاله هو الشكل السداسي وشكل النباتات وأشكال أخرى، فمنها المسطح والمجوف. أما بالنسبة لأنواع أجهزة السيكوين، يوجد لدينا أنواع كثيرة، فمنها جهاز السيكوين أحادي اللون، وهو عبارة عن جهاز سيكوين يحتوي على مجرى وقاذف سيكوين وحيد. أما جهاز السيكوين ثنائي اللون أو يسمى دبل سيكوين، وهو عبارة عن جهاز سيكوين يحتوي على مجريين وقاذفين سيكوين. جهاز السيكوين متعدد الألوان، وهو عبارة عن جهاز سيكوين يحتوي على أكثر من فوهة قذف سيكوين، ويسمح بالتغيير بين الألوان والأشكال لخلق أشكال جميلة بالسيكوين. جهاز السيكوين المتحرك، وهو عبارة عن جهاز سيكوين ذات مجرى وحيد، ولكنه يتحرك بين كافة إبر الرأس لخلق تموجات وأعمال احترافية. تعتمد هذه التقنية على تغيير تموجات لون الخيط المستخدم في تثبيت السيكوين. يمكن أن تعمل على كافة الأحجام والأشكال المتاحة لأجهزة السيكوين، من 2 و3 و4 و5 و6 إلى 22 ملليمتر.